أمير المؤمنين، أراك لما أن ذكرتك عند ذي حسب صفالي صغالي، وإن كررت ذكرك عند نغل تكدر سره وبغى قتالي، فصرت إذا شككت بأصل امرئ ذكرتك بالجميل من المقالي، فلا يطيق سمع ثناك إلا كريم الأصل محمود الخصال، فها أني قد خبرت بك البرايا يا أمير الأمراء، فها أني قد خبرت بك البرايا، فأنت أنت محك أولاد الحلال. رضوان على صفي الدين الحلي، هذه أبيات جميلة من أبياته.